شوف اطلع وين امضى خلني زي ماي اصبر قاعد زي ماي ابغى قوة تعزيز تكون شباب تعزيز تعزيز زين عزلنا تدرون قولوا وش امنيتي قولوا 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 لي والله تقولوا وش امنيتي قلتوها صح امنيتي أو يكون طول البث وانا توني قايم من النوم فهمتوا ليه لاني وانا قايم من النوم افصل فصله لا اعلمكم اخباركم عندنا ذا الحين شمس وحر حر جد يولب البارح في نسماس برد طيب وش دخل ما ادري لو كاذب بقول لكم حاجه قلوا شي قلتوا شي ما نعلكم صدق اتحداكم تعرفون قرص بقشطة؟ عندكم قرص بقشطة؟ تسون قرص بقشطة؟ بصدمكم حاجة تدرون؟ إن في ناس مجموعتها ما يعرفون أصلاً ودي أشوف اللي سماه قرص بقشطة وش كان يفكر فيه؟ قرص بقشطة ترى قرص مع مرق بر مثل ما ادري ايش تسمونه بر اتوقع البر مسويين مرق حلو انه الحال والبر الحال وتو نمرده نكسره ونصب عليه المرق ونخلطه بعدين نسوي قرص بقشطه وين القشطه في الموضوع؟ ما ادري ثاني شيء تعرفون التلوب صدق التلوب يا طوال العمر والسلامة التلوب هذا حق الذبيحة اللي يسوي كذا هلا والله بأحلى ذا أقول لب الدم من عقب المطار يجمع واد ولعب الدم عقب الليالي عوافي أتمرقت ربك خسرت خسرنا بس في فوزنا الجمهور اعطانا 827 نقطه كيف 827 اسئله تعوض ما هو على كيفكم وش كذا الطريقه اللهم لك الحمد لا انا ممتاز سجنتوا سجلنا احسن 15 دقيقه حلينا على طول ولا قصر جمهورنا يا رب يوفقهم ويسعدهم العيال قاموا يا
بيرقد. بيرقد؟ بيرقد وين حرجت من فيصل. قال يا اخوك ما في احد. بيرقد؟ ايش اللي جاء مغارب ولا اقوى مغارب؟ صب عليك ما ارقدت. وين؟ انا. والله تصب علي شف. ما لي دخل، ليه ارقد؟ شف. ليه لا ليه ترقد؟ يا ولد انا قام ماشي ما ايش فيك؟ طيب ما لي دخل. ما والله الجدول انه حلو. البارح رقدت انا نومه من عقب العشاء. نومه لين جاء عقب الرادار الى الساعه انتي. ما اوه صحيح ادرك ما حضرت الرادار. نومه عالميه. واقوم شبعان نوم. عاد الحين يبي لها قطه كسعه. ما لي بخليك ترقد والله لا اقهرك. انا ايش عايله برقد لي بمحل انا. ما انت لقيت انت قبلت على الباب ودورت انت. ما في. ما لك دخل. صح داخل الاعداد ايه. ها؟ داخل الاعداد. الاعداد؟ نعم. ليه؟ وانا ادخل الاعداد؟ اي دايم تدخل الاعداد. يعني انا مخليني على كيفي؟ نعم. وجه الله. اي وجه الله. يطردوني نعم. مثلكم. ها؟ يطردوني مثلكم. تكذب، شوف وجهك، شوف وجهك. وهو بعده وش الغرفة اللي اجيت انا بعدها وغير غير غرفة ليلى. السلام. لا شوف. كان بقيم لكم. كذا عشان يخسر. وبتقييمي بفتزر. أهم شيء إنه انسجن. صيد علمك عيال تعرف. انسجنت بس كل خذيت. خذيت 800 و شنار علمك يا رجل. 879 نقطة. علمك يا رجل. عدد الناتج. لا خلي خلاص المسألة. مضبوط وخذيت من الجمهور 150 يعني نفس اللي خذ. اعلمهم من بيارتك. وما اخذوا ولا نقطة. اعلمهم من بيارتك. ها؟ انت مروق. جاي اذا كنت تلبس زعلان. والله قلتها علبث انا ضيعتها معوقة. اسف بس انها صعبة. قلت رجال. صح انت تقول لك اليوم. قلت رجال يا رجال. تدري ايش يقول امس؟ تدري ايش يقول امس؟ يقول قلت شو يقول؟ أنا شفاف، أنا إنسان شفاف، واضح، أنت إنسان واضح شفاف. كل هذا. يا أخي الربط والله العظيم من الأخلاق أنها. خل خلص رفيدنا وبروح أرقد. فيصل الحاسب. إي والله مستحي منه. يقول ابو ثقل ما يقول يبشر بعجب عينه. ها اتسرك يا جيني ولد منفس اي اخي لا تطلع على البث وانت منفس اكيد النقاط محركه ولا ناقصه ايه تدري قلت لي تصدق عليك فعلمني. طيب ايش كومنت مروق؟ يومني خير منك يا رقدان. انا؟ كان مع الشيبان. ما لا دخل. على البركه انا ما قلت لك شيء. ما لا دخل. كفو يا ابو ثقل. صلحنا الغداء. كفو. ثم دخلنا السجن. بس المشكله انك صلحت الغداء وفزت عليك. وش ذا المهم اللي يشتغل على بطاريات؟ فزت عليك انا في الغداء فزت عليك. اي وكنت انا كم خذيت؟ كمية. 150 لا 100 نقطة 100 نقطة ايه وكم عطانا السجن؟ الجمهور كم عطونا؟ في حل الأسئلة؟ عطونا 879 879 اي وخذت انا يعني قسمها على اثنين 800 900 يعني فرق 20 نقطة وعليك خصم امس قبل امس عليك خصم لا ما كحت خصم من وش؟ اخذنا 200 نقطة خصم وش؟ خصم لا شنو؟ حق النوم تدري شو يقول لي؟ حق النوم امس استاذ
ما لازم مستاذن، حتى احنا برقد الحين بقول مستاذن. يلا هذا هذا زحف بالفقرات. لا لا ما في زحف بالفقرات، زحف بالفقرات في فقره الحين. الرجال اللي يقوم ويتعب ما له دخل، يجهد على عمره ما له دخل مضبوط. لا منه جاء الرجال بوجهنا بين وجهه واضح، يوم من غيره راقد ومن غير في البث الحاله ما قصروا الرجال. قالوا بس مسعدك ودخلوني يا طويل العمر. اتمنى على القناه بتواجدك في البث. امن عليكم ولا القناه يا طويل العمر اللي رايت المعروف فينا. اول شيء فقرات الشباب ما انه مزعوج يا رايت المعروف فينا. تعال عند وجيه النشامه والمطاليق يومك يا انت والثاني فاتح ذرتك راقد. خلصت خلصت. اول شيء شوف البث متى يخلص. انت راقد البارح من الساعه 3 شنار ازيدك بشهر بيت تدري متى راقد البارح؟ راقد الساعه 8 الليل. خلى الفقرات ما جاها. فقرت الشيخ عايض وينك فيه؟ سؤال جاوبني. هذا الزحف بالفقرات. وينك فيه؟ وتقول ما ادري انتم ما تقول انا ما عاد قدرت اتحمل. ما عاد قدرت تتحمل؟ ما عاد قدرت. ما عاد قدرت تتحمل؟ وجيت انا واستاذنت انا ادب، قلت تسمحون؟ تعال 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 يا شيخ صدق تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. استنوا السرور. ما عليك مايك. مايكك. شيخ شيخ عاصم ابو عاصم يقول يقول ليه انتم ما تقومون معي الشيبان ما ادري ايش يقول. ناصر عطنا التمر اللي عندك يا رجال. لا تقاطع سلطة ريجي عشان تمر. عندك رطب تاخذ من اللي عندي؟ تمر. زعلان ذا الحين يقول له برقد في غرفة الإعداد. عيني تشوف في الدجرة ما ادري ايش ما لك دخل. واني برقد ما قلت برقد في غرفة الإعداد. سلطان سلطان من الإعداد بالسرية بقلبك يا سلطان. تعال تعال حلخ بالله تك والله. انا براد هنا براد عندي. روح يا سالم روح له روح له. يوم شاف حلت عينه وشاف ان الوضع فيها. تعال سلوم والله ضايع. اوه على نهر نهر الجنة. تمام انت ارجعك تضحك على نهر الجنة. ها تجلس الله يا ابن مايك ابن مايك الله يحفظك. ما شاف قلبي. تكفى تكفى. قم جنبك قم جنبك قم جنبك. انت تقول انا يستاهل مني ويش هذا غرور وكبر وزحف بالفقرات. خلاص تكفى عطنا مايكك تعال بالله تكفى. لا لا شنار شنار شنار. القناه بيض الله وجيههم للمره العاشره اترفع عنك. القناه هم اهل الفضل للمره العاشره اللي دخلونا نعم. كل علم طيب. يوم انك انت ما دخل يوم انك انت يوم من يوم الايام طلعك على حقيقتك. لا لا وطلعك على حقيقتك. شنار 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 تبين. ايوه اسمع 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 يقول الطالب في الخوات بين العذارين تعرفها ما جلبير ولا قرار. اسمعني والله في رجاجيل يا ودنا رفع رد عليه. اسمع 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 اسمعني اسمعني قاعد احكي انا فقرت الشيخ عايض ليه ما حضر؟ لا تفقد قول له ماني بارد ابشر لكن اترفع من الرد على بعض العيال. احسنت يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ابو سلطان سلف ترى مو ترى مو عزيزي سلطان سلطان اسمع يا ولد اسمعني يا ولد قاعد احكي سفهان. لا لا غلط سفهان سفهان وشو؟ يقول لك غبي يقول لك غبي مويه بربع ذي اياها كابه تقول غطاء صح حمار دقك سلف ترى انت مويه اسمع ولد سلطان قاعد يحكيك يا ولد اسمعني يا ولد ولد عليك تخبط خبطات الله يجيك اسمعني يا رجال يا رجال ما قصروا منها اللي بياكل ترد على الرجال يا ولد لا سفهانهم لا 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 رد علي رد علي رد علي رد علي رد علي يا ولد ما عندك شيء جدال ايوه الجدال بعض الناس الله. مضبوط تعطيه اكبر من حجمه وما يستاهل هذا 45 هذا اللي انك قاعدين تسوي له لك ترى يا ولد 45 يوم اعلاميه كاريزما طلع بمفردات هذه اترفع عن الرد وجدال هذا الجدال نعم اترفع عن رد على بعض العينات لا يا ابو ثقل انت ايش يا ولد انه ما غلط عليك يا ولد شاك مني شاك مني ابو ثقل يا رجال اقسم بالله ناس انجي عن رد ايه يقول ضربني وبكى سبقني واشتكى. ايه سالم تدري اني قلت بروح ارقد غرفة الاعداد؟ انها انا بو 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 انا كيف ترى؟ كيف متسابق؟ في القناة نعم
يا رجال لا ناصر ابونا كلنا ابو ذقى عندك تواصل اقوى شخص اقوى ثاني شخص بقناه الواقع بعد ناصر الغامدي سلطان ذقى الله كنت وياك تمقيت امك ترى اتجه تمقيت امك اتجه ومسارك مسارك صحيح ابو ذقى ما عليك من احد سالم خف علينا سالم تعال توي مبرش سلام خلاص اتجه ما عليك من احد ابو ثقل مسارك صحيح بيدهم بيدهم شافوك يا ابو ثقل لا تطلع عواد لا تسب لا عواد ذول لا تحاتيهم اسفه ترى جاي اسرم ما ابي اقول اسفه شوف سلكنا لك ترك كري شوف اسفهم معطيهم وجه هو منصدم رد عليه تسب الراس عليه صح يا سلام شغلنا يا رجال شركه شغلنا يا ولد يا يقول يا نظيم اسمع يا حكيم كلي اسمع هذا المرض رجع حكيم كلي عاجز عن سواياك لا فعلا فعلك ولا مجنبك اسمعني دقيقة يقول لي انا حاضر مع الشيبان وبرقد الحين الفقرات اللي بتجي اليوم ما انا بحاضرها لين اقوم من كيفي وبرقد في مكان حقي يا اخي حقي صاحي من بدي الرجال لا كيف صاحي من فقرة الشيخ عادل ما حضرها لا مو بحق قادم لنفسه فقرة عاضي القرني الاديب الشاعر الداعية عايض القرني ما تحضرها يا ولد تدري ان كلنا امس اقل واحد اخذ 1000 ولا انتم جايين ريقين انا احضر معكم يا مرحبا انتم ريقين احنا ريقين احنا عشان انتم ريقين ولا غاب رفيقكم فانتم تجملون وتسدون مع لا احنا بالرابع يعني ما انتم جايين رجال انا جاي كل نفسي نفسي لا امشي انا البرنامج المره الثانيه امشي ما دخل المرجل سالم سالم يا وجهي هويت يا وجهي هويت سالم 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 اعطني طلعي الدبه ولا عليك امر اريح بي المازدا اريح بي تدري احنا يا طويل العمر اللي بالمساواة احنا نحضر وانت ما تحضر نعم يقول والله نقول هذا مثل اسمع يقول حضر الشيبان ولا نحضر الفقرات كلها مثل اللي يصلي الضحى ولا يصلي الصلوات كلها اني علمتك من يوصلك ويتعداك اول شيء مستحيل يسوي ابو ثقل مستحيل يقول هذا الكلام هو ابو ثقل رجال منصف رجال حضر الله يبارك الا سلطان وش اللي تسويه اليوم انت ويا الشايب ذا ايوه بعد الظهر ترك راي حرفه يا ابو زي الرحى بس مو برح ها زي الرحى بس مو برح عند اهل الجنوب هذا حق الحب ايش صار محل الشيخ الوضع شوف هاي شيخ انا والله اول مره اشوفه يا شيخ بالله والله هذا حق الحب تدري ان اليوم الصباح صباح حق العجين عجنون عليك يا شيخ تدري اليوم الصباح شو مسوين تكون بعض الرجالين اليوم صلاة الظهر مقيم هو ابو علي قبل الإقامة بخمس دقائق ليه عشان يجوا يسوونها خلانا تفوت علينا الصلاة وخصومات عشان يلعبون في ذي قبل خمس دقائق يوم 15 دقيقة وينك فيه؟ يوم 15 دقيقة ما لك دخل 20 دقيقة أجي متى ما أبغى قايم من النوم تعبان قمت وضيت وجيت صح؟ وش هذي؟ وش هذي؟ هذا له يوم ترفع عن رد ترفع عن رد؟ خلاص ها؟ خلاص نعم كذا أبغى تقول أحد كذا خلاص قول كذا خلاص؟ يا سلام رد علي يا صادق يا سلام والله والله حكيم اعطاك اياها خالد رب العباد ابو ثقل انه يعطينا نموذج في الصمت العقابي والله اني صادق رد والله قم رد والله قم المجلس رد ترفع رد رد على شيء رد على رجلي يا سالم بطل حركات الاستهزاء ضرب من تحت الحزام ونفس بالحكي اضغط عمري ليه رجال حاشمك انا ما يضغط نفسي الا ابو ثقل حاشمك ومحترمك وانت ما احترمت نفسي انا اصفق لك اقول صمت عقابي ما لا خلوه على كيف شوف سالم خلوه على كيف سالم على قليحتي قلبه هذه والرجال على كيفه ولا السلام عليكم كلكم على كيفكم وين البس ما وين على كيفي اوف 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 وشو شنار عيد سلام عيد شنار عيد اوه يقول البس يقول المسك والوالد العنبر والياسمين يا رجل اعطاك اياه السلام عليكم شايف مهدي دايم على الدجه هريدي تلاحظون انا راح المغرب تستحق كل شيء اي شيء عدز يا عبد من عبد العزيز يا رجل سياره تبي غسيل في ناس حصل يا حسين اتوقع ان
اكتب من هو من هو اللي يبي غسيل؟ ما تواجد تبي غسيل اتوقع لا تواجد تبي غسيل وقلوب تبي غسيل انا ايش هذا قلوب تبي غسيل شنب من تتوقع هذا بدون سكر من تتوقع من تتوقع يبي غسيل في المجلس؟ قبل شوي قبل شوي قبل شوي انا من تتوقع يا سالم؟ انا انا يا غبي ابو تبين اقول يعني سلطان ثقل ينظف قلبه؟ لا 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 هذه ما لها شان لا لا ام سلطان ثقل ما لها شان يا رجال احتفيدك ورجلك سبحانك حقرانك انت تكلم انت تكلم كبيرة على ترى الكلام اللي انت تقوله يطلع من قلبك لك كلامك لك بس تحذى للناس اللي قالك قول لي تترفع عن عطني اما سلطان ثقل قلبه نظيف اني ما ابي احكي ما ابي اقول شيء انا بالنسبه لي انا اتكلم عن نفسي سلطان ثقل كلكم على سلطان ثقل انا ما شفت من قلبه الا النظافه صراحه هذه انا ما اتفق معك ليش لا والله سويتر عارف ايش قلت واحد كرز سويتر على غفله سلطان تنظف قلبك يوميا انت ولا كيف لأن الطيب هذه مبتدئ احنا تبي بس يسلم سلطان تنظف قلبك والله يا رجال تكلم على هذا الرجال اني لا اتفاهم بالاذكار والاستغفار تكلم على ابو ثقل تكلم انا تكلم سبه ولا قول اترفع على الرجل يا سلام يا ابو ناظر تكلم انت على ابو ثقل تكلم قول شيء مو بزين ابو ثقل قول شيء مو بزين ابو ثقل تكلم يا قرط والله ما قرطك والله انا مقرط اها يعني يا سلطان ثقل ثقل ابو عواد والله يا رجال اجلس واحد منكم ايش فيه واحد خليك مع الرجال كلهم يا رجال واحد منكم يبي لك تنظيف قلوب يا رجال ليه مو انت يا رجال وش يفرجني ها تعال قلبك نظيف انا خلاص هذا دقيقه علمك الشيخ ها خلاص علي العلي طيب عندكم علم الكلام ذا صدق ابو ثقل انها بحق عندكم علم ما عندي فيه والله ابو ابراهيم الشيخ تعذر الرجال ذا جاني علم ما يصلح وفاء نعم زلتني والله ما يزلها ابراهيم والله انا طالبك ابو عاصم تطلع منها تطلع منها الشرار اللي قال غسل قلبك اول ما دخل والله ما قاله والله عشان يتغير عشان طول بي 30 والله ما قاله الا قاله الا قاله خلاص نياته عشان يطيب عنياته انا انا على نياتي خلاص خلاص يا شباب عين الخير الشيخ 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 اقوى واحد سلطان ثقل تبون شيء واللي في راسه شيء نعم كوف ابو ثقل اقوى واحد الخشاشة ما عليك انت تراك كذا ماجور يا سلام ورحمة الله وبركاته يا فيصل الوجه الاعلامي لشركة نظارة وليدها يا ولد مطبخ غش والله ايش يقول ايش غداكم ايش غدا وش سويت انت ما ادري ايش الجنان ولا افلحوا اكثر واحد يسوي مضغوط ولف انت يا رجال دريت انه ماشي يجي عند ابو ابراهيم عواد يقول ما يده شوف ترى التقييم وما ادري ايش يا ولد ترفع على المرضيه يا ولد اما طلع بي من هناك ولا اقعد نحن في العلوم اللي ما تصل اما طلعنا من الطلع قرنيش ولا على هرون تبكي جبل ترى جاني يقول العيال يوم يذوقون القشيم مدري ايش يقول انا ما قلت احد تعذب يا رجال تبرد لي بكلام والله العظيم لو شفت انا عد الصج قول الصج هاي لا سلطان عرف الرياجي
سلطان سلطان يستاهل يرد عليه واحد من بس كل سنه سلطان تعال يا ولد علم وش اليوم ما بلش طاح جبت اللي فيه طاح هذا شوف حق السجن في سالفه ولا انت يا ابراهيم ودك انك بس تغني اجلس بس ما هم كلمه ناجح لا لا ما بعيد ضيعت نفسي خلاص يا ولد والله ما سالم سالم والله ما اجي سالم الرج خلاص وقفت ورا الرج ما يتحمس ساعه لما تطلع خلاص خلاص يا سلطان خلاص يا سلطان شنار 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 لا خليه يمزح معك شنار شنار سلطان زعل سلطان زعل سالم زدير سلطان ثقل الله متزوج انت كبر واحد من عياله ما هو رد عليك اركد يا ولد يا رجال المشكله انت يا رجال اركد ولا يا ابو ثقل الحين شريتنا على عمره يا رجال لو انا في مقامك هم شرنا عليه لكن المشكله اكبر عشانك سالم يا رجال رجال ما تقبل مزح ما ودك انه ما يمزح ودك انه يرقد يروح يرقد انشد اما تقلب علينا يا اخويا كنت ورعان ليه يا اخويا امزح معنا بحدود المزح تقبل منا احنا لو ما انا هاقين هاقوتن فيك وخابينك طيب ورجال ما مزحنا معك خلت كلمه انشي انت الا ما حدا من دافع ميانا لا من دافع محبه لا تمون كيف ما لا تمون احنا ال 40 ليل بسوا 40 ليلا فقعت سبت الله يسامحك ابو ثقل ابو ثقل يا شهد الله يا شهد الله اني احبك سلطان هذه كلمه مين من قلب احب قلبك الابيض ابو ثقل الجد يطلع في طرف مجلس والله فقعت سبت والله ما بعيم الظهر وانا اقوم والله العظيم اني اشهد الله على عباد على الحب والله يا سلام اعوذ بالله انت راقد بدري بدري جيتك الساعه على الساعه 6 7 كي تعال تعال عند براد تعال عند براد اللي بيبراد على المقديع العلوم وابو محمد سالم يشوف والله العظيم لجمهوركم انه يخصكم وسيف واحد واحد بالسلام ويقولون لا يغيبون من البث من هو دقيقة دقيقة تراك ما تجننت الا انا وشنار والشيخ ليه جنان جنان ما قلت كل طريق ليه جنان الجماهيرية انا هذا يسال اليوم يوم نفذ شوفوا انا معك انا تعلمني كيف دريت كيف دريت بس كيف دريت ابو عوان باثين باثين اليوم داخل عيوني واسرف بمها تعال قلب على عرش البساطة لحمدي البر هذا مربى محبتنا ومبدها ومرتها أبيك تمد يمنك سهيفة لا تدريك الجر مشاريها المحبة تلحقها للحب لك صها أنا محتاج لك حاجة طلوعي شر عسى نسمت كلا مرة طلوع صادر تملها وعلى طريق تنقد البشاير والشعور الفر على دربك ملايكة المحبة تسحب خفاها والله ونعم سهلا سهلا يا الله حيهم يا هلا والله هلا وسهلا يا الله حيهم يا هلا ومرحبا يا هلا وسهلا يا هلا ومرحبا يا هلا وسهلا شلونكم مشروع عندكم يا هلا مرحبا اهلا وسهلا يا هلا مرحبا الاستاذ عبد العزيز العتيبي ونعم حالك يا هلا وسهلا لا فضلك جزاكم جنه والله بشركم بحسن حال كيف اموركم مشروع عندكم عساكم بخير الله يحفظكم الله يحفظك شلونك مشروع عندك ابشرك بحسن حال الحمد لله الله يجزاك جنه نبدا الحين الرجوع